السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي فيزياء لغات. أعزائي الطلاب، النهاردة هنكمل موضوع حلقتنا بإذن الله أعزائي الطلاب على الميجرينج ايرورز. احنا قلنا مواضيعنا أو الجزء الانترودكشن بتاع المنهج بتاعنا بيتكلم عن الميجرينج بروسيس أو عملية القياس، وكلمنا ان في 3 مين ميجرنج اليمنتس: الميجرنج تول، الميجرنج يونت، الفيزيكال كوانتيتي. وهنختتم الجزء الخاص بالانترودكشن ده بان احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا: ذا ميجرنج ايرورز. وات ار ذا ريزونز اوف ذا ميجرنج ايرورز؟ هاو كان وي ميجر ذا ميجرنج ايرور ان ا سيرتن ميجرنج بروسيس؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده. اول حاجه هنبتدي بالسلايد بتاعتنا، واول سلايد معانا بتتكلم عن الميجرنج بروسيس، الايرورز ان ذا ميجرنج بروسيس. وهنبتدي نقرا، بيقول لي ذا ميجرمنت بروسيس كان نوت بي 100% اكيورسي. بيقول لي ان مفيش عمليه قياس دي لازم بدايه لازم نعرفها، ذات ذير از نو ميجرنج بروسيس ويز 100% اكيورسي. مفيش عمليه قياس في الدنيا نسبه الحساب فيها او نسبه قياسها 100% accuracy. طب ليه اعزائي الطلاب؟ اول حاجه there must be an error، لازم نكون واثقين ان في error. الايرور ده ممكن يكون error in the device، خطا بسبب الجهاز. personal error، خطا خاص بالشخص اللي بيقوم بعمليه القياس. او environmental error. تعالوا نشوف مع بعض. Because there must be an error. What are the causes of errors in the measurement process? The first one, selecting improper or inappropriate tool. Unsuitable tool. يعني ان انا اخترت جهاز مش مناسب لعملية القياس. Like measuring the length of the room or the length of the street by using ruler. ان انا بقيس طول شارعنا باستخدام مسطرة. يبقى ساعتها بقول I select improper measuring tool، ده هيحقق لي عملية القياس بس بنسبة خطأ عالية جدا. يبقى أول حاجة selecting improper أو in a suitable measuring tool، اخترت جهاز مش مناسب. تاني سبب ممكن يكون presence of a defect in the measuring tool، الجهاز اللي أنا اخترته مناسب بس ممكن يكون فيه and a defect أو عيب معين. طب عيب معين زي إيه؟ زي long age of the device، الجهاز ده بستخدمه بقالي فترة كبيرة، فممكن يكون long age battery، ممكن يكون عمر البطارية زاد عن حده. لو الجهاز ده زي السنسيتيف جلفانومتر والاميتر والفولتميتر، لو كان فيه magnet which is used in establish of this device، استخدمتها في تأسيس الجهاز ده، ممكن اقول ان الماجنت مع الوقت الماجنتيك فيلد بتاعه بيضعف. او زيرو ايرور، ان البوينتر الخاص بالجهاز ما بيكونش واقف على الزيرو. دي بنقول ديفكت ان ذا ميجرنج تول، يعني دي مشكله او خطا في الجهاز ذات نفسه. يبقى يوزنج ان سويتابل تول، ديفكت ان ذا ميجرنج تول. اخر حاجه رونج بروسيدجرز او خطا في الخطوات، وده نقدر نقول بيرسونال ايرور، ده خطا في الشخص ذات نفسه ان هو استخدم عمليات القياس بطريقه خاطئه. Like ignorance using of multimeters، الشخص اللي بيقوم بعملية القياس ده عنده شوية جهل باستخدام الأجهزة اللي معاه، فساعتها بنقول wrong procedures. ومن أكتر الأخطاء البيرسونال الشائعة إن هي looking with an inclined angle to the measurement، إن أنا ببص بزاوية ميل على القياس، المفروض إن أنا عينيا بتكون على نفس الستريت لاين بتاع الحاجة اللي أنا عايز أقيسها. يعني لو أنا عايز أقيس حاجة بالمسطرة لازم عينيا تكون ستريت لاين عند الحاجه اللي هقيسها، مش تكون انكلايد، مش هبص من فوق او من تحت كده، لا. ده كده طبعا بيسبب نوع من الايرور، وده بنقول عليه بيرسونال ايرور او رونج بروسيدجرز. اخر خطوه انفايرومنتال ايرور، خطا راجع للبيئه او الحجره اللي انت هتعمل بيها عمليه القياس. يبقى ده رابع واحده هنقول ايه اعزائي الطلاب؟ انفايرومنتال ايرور، خطا شخصي زي ما احنا شايفين على البورد بتاعتنا كده، ان انا الخطا ده خطا شخصي، خطأ خاص بالبيئة. يعني ايه خطأ خاص ببيئة القياس؟ ممكن يكون سبب الـ air current humidity، الرطوبة، الـ change in temperature، تغير درجة الحرارة. طب زي ايه؟ بيجي سؤال جبريزو مهم جدا، يقول لك the sensitive galvanometer، the sensitive balance in the lab،
is put in a glass box. ليه دايما ال sensitive balance او الميزان اللي احنا بنستخدمه to measure the masses is put in a glass box؟ ليه دايما بنحطه في صندوق ازاز؟ to prevent the vibration of the balance due to the air currents to measure the mass correctly. عشان امنع اهتزاز الجهاز بسبب تيارات الهواء اللي في الاوضه، فيقدر يقيس القياس بنسبه دقه عاليه جدا. يبقى احنا قلنا دلوقتي ان في many reasons of the measuring errors like one selecting improper او unsuitable measuring tool، اخترت جهاز مش مناسب. presence of a defect in the measuring tool، wrong procedures، ده personal error طبعا. environmental error like the air current and humidity and the change in temperature. بعد كده هنتكلم و put the sensitive balance in a glass box in the school lab. ليه بنحط ال sensitive balance جوه صندوق ازاز في معمل المدرسة بتاعنا؟ هنقول to avoid the effect of the air currents to prevent its vibration to measure the mass in correct way. عشان ال air current ممكن يسببه تغير في ال mass measured. يبقى ليه لازم ال sensitive balance بنحطه في glass box؟ قلنا to avoid the vibration of the balance due to the air current to measure the mass in a correct way. تاني جفريزون بيقول لي the human always interested in improvement of procedures of measurement process and development of his measuring unit. ليه الانسان بيهتم بالimprovement of his procedures؟ بيسعى للاهتمام بخطوات عملية القياس وتطوير الميجرينج انسترومنتس. ليه الانسان دايما بيسعى لتطوير اجهزه القياس؟ ودي اكيد حاجه اعزائي الطلاب بنلاحظها مع مرور الزمن، ان اجهزه القياس بيبتدي يحصل فيها تطور. طب ليه؟ قلنا to achieve high accuracy in the measurement process which had a great impact on the scientific and technological progress. يعني ده بيساعدني ان انا احقق دقه قياس عاليه جدا وارفع الافيشنسي اوف ذا ميجرمنت بروسيس، ارفع كفاءه عمليه القياس، وده بيساهم طبعا في عملية التطور التكنولوجي والتطور العلمي، فده بيحقق لي نسبة قياس أدق وأعلى بكتير. طب أعزائي الطلاب احنا اتكلمنا كده عن causes of the measuring errors، هنتكلم عن حاجة تانية. ايه هي الحاجة اللي هنتكلم عنها؟ هنتكلم عن الميجرمنت بروسيس كاينز أو تايبس. ايه هي أنواع الميجرمنت بروسيس؟ على أساسها هقدر أعلمكم ازاي هنحسب الميجرنج ايرور في كل نوع من انواع عملية القياس دي. فهنقول ان الميجرمنت بروسيس هما عمليتين. اول واحدة اعزائي الطلاب اسمها دايركت ميجرمنت بروسيس، تاني عملية قياس اسمها ذا اندايركت ميجرمنت بروسيس. يبقى عملية القياس نوعين، واحدة اسمها دايركت ميجرمنت بروسيس، واحدة اسمها اندايركت ميجرمنت بروسيس. طب ايه الفرق ما بينهم اعزائي الطلاب؟ تعال نشوف مع البورد مع بعض. Direct measurement process is the number of measurement process is one. يعني خطوات عملية القياس عندنا بتكون عملية قياس واحدة أو one step. ال bracket الأولاني أو زي ما بنقول الديجيت الأولاني ده أو السل الأولانية دي، نقصد بيها إن أنا في ال direct measurement process بستخدم خطوة قياس واحدة، one measuring process أو one measuring step. أما في ال indirect measurement process بستخدم ميني ميجرمنت ستيبس او ميني ميجرمنت بروسيس. تعالوا نشوف مع بعض. طب ذا نمبر اوف ماثيماتيكال ريليشن، يعني تعويضك في قانون، اقصد هنا في الدايركت ميجرمنت انت بتعوض في قانون واحد، اما في الاندايركت ميجرمنت تحتاج تعوض في اكتر من قانون، ميني ريليشن شيبس. طب النمبر اوف ايرورز، هنا طبعا في الدايركت ميجرمنت بيظهر لي ايرور واحد لاني بعمل عمليه قياس واحده، اما الاندايركت ميجرمنت بستخدم ميني ميجرنج ايرورز، بيظهر لي ميني ميجرنج ايرورز. طب ذا نمبر اوف ميجرمنت تولز، هنا بستخدم جاست وان تول، هنا بستخدم ميني تولز، هنا بستخدم جهاز واحد وهنا بستخدم اكتر من اجهزه. نقولهم بسرعه كده، يبقى الدايركت ميجرمنت بحتاج وان ميجرنج ستيب، بعوض فور ريليشن شيب، بيظهر عندي 1 ايرور، بستخدم 1 ميجرنج تول، جهاز قياس واحد. طب الاندايركت، الاندايركت بيظهر عندي ميني ريليشن شيبس، ميني ستيبس، ميني ايرورز اند يوزنج ميني تولز. طب ازاي؟ كمثال المثال ده هيوضحهم جدا. انا لو عايز اقيس الدنسيتي اوف اني ليكويد، كثافه اي سائل في الدنيا، عندي حلين. ايه هم اعزائي الطلاب؟
اول حل طبعا احنا عارفين كلنا ان الدينستي اوف اني ليكويد ايكوال ماس اوفر فوليوم. فبالتالي عشان احسب الدينستي اوف اني ليكويد بروح جايب الماس حاسبه بالبالانس مهما يكن نوعه، وبعد كده اجيب الفوليوم احسبه بالجراديويتد سلندر. يبقى انت هتجيب لي الماس بالبالانس وهتجيب لي الفوليوم بالجراديويتد سلندر. يبقى انت استخدمت لي ادي الماس بتول وادي الفوليوم حسبته بتول تاني. وبعد كده بعد ما تحسب الماس والفوليوم هتيجي تروح حاسب مستخدم قانون دينستي ايكوال ماس اوفر فوليوم تو ميجر ذا دينستي. يبقى انت استخدمت لي مين ستيبس. انا مره جبت الماس ادي اول خطوه، وبعد كده رحت حسبت الفوليوم ادي تاني خطوه، تالت خطوه جبت الدينستي ان انا قسمت الماس على الفوليوم. يبقى انا استخدمت ميني ريليشن شيبس، ميني تولز، ميني ميجرنج بروسيس، وبالتالي هيظهر عندي اكتر من ايرور. ايرور وانا بحسب الماس، ايرور وانا بحسب الفوليوم، وايرور كبير وانا بحسب الدينستي كلها. فساعتها بنقول ان دي اسمها indirect measuring process، عملية قياس ما هياش direct. اما بقى في حالة الدينستي لو انا عايز اقيسها direct، في جهاز اسمه the hydrometer. الهايدروميتر ده device used to measure the density in a direct way. خلي بالك احنا من اول محاضراتنا اتكلمنا عن جهازين، واحد اسمه فيرنير كاليبر. قلنا فيرنير كاليبر ده device used to measure the small lenses with high accuracy، جهاز بيقيس السمول لينسز بشكل بسيط جدا. وقلنا دلوقتي الهايدروميتر، قلنا ده جهاز بيقيس الدينستي اوف ذا ليكويد ان ا دايركت واي. مجرد جهاز كده بيطفو على سطح الميه، بيكون جراديويتد. مجرد ما احطه على سطح السائل اللي انا عايزه هبص الاقي ان هو هينغمل لهايت معين او لريدنج معين يحسب لي الدينستي بشكل مباشر. لا هضطر اجيب ماس ولا هجيب فوليوم ولا هضطر اجيب اي حاجه. يبقى direct measurement process is like measuring the density of the liquid by using the hydrometer, while the indirect measurement process is like measuring the density by using balance and graduated cylinder. يبقى هنا بستخدم جهاز واحد زي قلنا الهايدروميتر، هنا بنستخدم اكتر من جهاز. جينا لأهم جزء في محاضرتنا وحلقتنا النهاردة، how can we measure the error in a measuring process. ازاي تقدر تحسب لي الايرور او الخطا في اي عمليه قياس؟ ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده. How can we measure the error in any measuring process. ازاي نقدر نقيس الخطا في اي عمليه قياس؟ قلنا عشان اقيس الخطا في اي عمليه قياس لازم نعرف ان في نوعين من الخطا. اول نوع اسمه absolute error ورمزه دلتا اكس. يبقى المثلث ده نقصد بيه رمز دلتا. تعالوا نشوف مع بعض كده سلايدز معانا على المونيتور كده مع بعض. يبقى الابسوليوت ايرور بتساوي دلتا اكس. ايه هو الابسوليوت ايرور اعزائي الطلاب؟ تعالوا نشوفها مع بعض. It is the difference between the real value and the measured value. يبقى ده تمام اعزائي الطلاب. الابسوليوت ايرور زي ما احنا شايفين كده قلنا it is the difference between the real value and the measured value. ممتاز جدا، ده الفرق ما بين الريل فاليو والميجرد فاليو. طب يعني ايه اعزائي الطلاب؟ تعالوا نعرف الرموز الاول. XO دي معناها الريل فاليو يعني القيمة الحقيقية، اما X بس دي الميجرد فاليو دي القيمة اللي انت قستها. طب يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت لك عزيزي الطالب If I have a building its height is about 10 meters. عندي مبنى الهايت بتاعه 10 meters. ارتفاع المبنى ده 10 meters. دي بقول عليها الريل فاليو. ده ارتفاع المبنى الحقيقي. الـ actual length أو الـ actual height of the building. ده اسمه الريل فاليو. بس أنت لما جيت تقيسه عزيزي الطالب حصل عندك نسبة ايرور ممكن تكون بالزيادة أو بالنقصان. قيسته بـ 10.2 أو 9.8. اعزائي الطلاب بنحضر لكم صوره للهايدروميتر عشان نقدر نتعرف على شكل الجهاز. هو ده شكل الهايدروميتر، بيكون جراديويتد بالشكل ده اعزائي الطلاب، ومجرد ما انا بسيبه على بحطه على الليكويد بيعمل سبميرجد او بارشلي سبميرجد، يعني بينغمر جزئيا زي ما احنا شايفين كده بينغمر جزئيا لغايه الدينستي بتاعت الليكويد ويبتدي يثبت زي ما احنا شايفين كده. شايفين بيعمل حاجه اسمها submerged partially، يعني بينغمر جزئيا ويجي عند الريدنج اللي احنا عايزينه ويبتدي يثبت بالظبط. يبقى انت كده قست الدينستي بتاعت الليكويد بشكل مباشر، محتاجتش تستخدم اكتر من خطوه او اكتر
من أداة، ده هو جهاز واحد وبيقيسه بشكل دايركت. تمام أعزائي الطلاب، تعالوا نكمل موضوع الأبسوليوت إيرور. إحنا قلنا الـ XO ده الـ Real Value، القيمة الحقيقية، يعني ارتفاع المبنى ده 10 متر تبقى ده الـ Real Value. أنا لما جيت أقيسه لقيته 9.10.2 أو 9.8، ده اسمها الـ Measured Value، ده الـ X، ده القيمة اللي أنت قيستها. يبقى المبنى الـ Real Value بتاعه كان 10 متر، لكن اللي أنت قيسته 9.8 مثلا. طب أنا غلطت بمقدار قد إيه؟ هو ب 10 وانا قسته ب 9.8، يبقى الديفرنس ما بينهم اللي هو 0.2 متر، يبقى ده اسمه الابسوليوت ايرور دلتا اكس. يبقى الريل فاليو هي القيمه الحقيقيه ورمزها اكس او، الميجرد فاليو دي القيمه اللي انت قستها اللي هي بيكون فيها نسبه خطا ودي اسمها اكس. الخطا ذات نفسه اسمه الابسوليوت ايرور ورمزه دلتا اكس. طب انا حسبت ازاي الايرور؟ احنا قلنا ب 10 واللي ميجرد 9.8 يبقى الايرور 0.2، يبقى ده الابسوليوت ايرور قسته عن طريق ان انا اعمل ديفرنس للريل فاليو ماينس الميجرد فاليو. يبقى ايه هو الابسوليوت ايرور اعزائي الطلاب؟ It is the difference between the real value and the measured value. يبقى دلتا اكس ايكوال ابسوليوت اكس او ماينس اكس. طب ليه حطيته في ابسوليوت؟ لان اعزائي الطلاب انا قلت ممكن يكون اللي انا قسته بالزياده او بالنقصان، فانا يهمني انا غلطت بقد ايه، ما يهمنيش زودت ولا نقصت. يعني قلنا ارتفاع المبنى 10 ده الريل خلاص. طب انا لما قسته ممكن اكون قسته ب 10.2 او ب 9.8، يعني ممكن اكون زودت ارتفاع المبنى ب 0.2 او قللتها ب 0.2. انا هنا ما يهمنيش انت زودت ولا نقصت، انا يهمني الايرور ذات نفسه، قيمه الايرور سواء انت مزود او منقص. يبقى انا بقول الايرور ايه اعزائي الطلاب؟ هو الديفرنس بتوين ذا ريل فاليو اند ذا ميجرد فاليو. تعالوا نشوف مع بعض. يبقى ايه هو الابسوليوت ايرور؟ It is the difference between the real value and the measured value. يبقى دلتا اكس ايكوال ابسوليوت اكس او ماينس اكس. بعد كده زي ما شايفين ادي المبنى، قلنا الريل فاليو بتاع البيلدينج ده اعزائي الطلاب 100 متر، يعني ارتفاع المبنى ده 100 متر. المهندس لما جه يقيس المبنى لقى الميجرد فاليو 98 متر، يبقى ده اللي قاسه الشخص. يبقى الريل فاليو هو القيمة الحقيقية للقياس، أما الميجرد فاليو ده اللي أنت قيسته. إذا الإيرور بقد إيه؟ إحنا قلنا دلتا إكس إيكوال إكس أو ماينس إكس. إذا الدلتا إكس إيكوال 100 ماينس 98 بتوين أبسوليوتس. ألاقي الدلتا إكس 2 متر، يبقى ده الابسوليوت ايرور. يبقى الراجل المهندس ده غلط في مقدار 2 متر. يبقى الريل فاليو هي الاكس او، الميجرد فاليو هي 98، الايرور ذات نفسه هو مقدار خطأك، هنا المهندس غلط بمقدار 2 متر. وقلنا مش مهم بالزياده او بالنقصان، وقلنا ده اسمه الابسوليوت ايرور، الخطأ الحقيقي او المطلق. في نوع تاني من الايرورز اسمه الريلاتيف ايرور. الريلاتيف ايرور هنا هو مش مختلف ولا حاجه، الريلاتيف ايرور هو ان انا احسب نسبه خطئي. طب ازاي احسب نسبه خطئي؟ It is the ratio between the absolute error to the real value. ان انا احسب الريشيو ما بين الايرور اللي انا حسبته والقيمه الحقيقيه. يبقى ايه هو الريلاتيف ايرور؟ It is the ratio between the absolute error and the real value. يبقى ساعتها بقول على الخطأ ده the relative error. زي مثال البيلدينج، احنا قلنا الريل فاليو كانت ب 100 والميجرد فاليو كانت ب 98، وقلنا اذا الايرور كان ب 2 متر زي ما احنا شايفين فوق اهو، الايرور ب 2 متر. طب انا لو عايز احسب نسبه خطئي دي اسمها الريلاتيف ايرور، ان انا اقسم الابسوليوت ايرور على الريل فاليو، يعني اقسم خطئي اللي هو 2 على القيمه الحقيقيه او المقياس الحقيقي للمبنى اللي هو 100 متر، 2 over 100 اللي هي ايكوال 0.02 أو 2% يعني 2%. يبقى أنا غلطت هنا في ارتفاع المبنى بمقدار 2%. تمام أعزائي الطلاب، يبقى احنا فهمنا إيه الفرق ما بين الأبسوليوت إيرور والريلاتيف إيرور. الأبسوليوت إيرور هو الخطأ الحقيقي، إن أنا بعمل ديفرنس ما بين الريل فاليو والميجرد فاليو، بجيب القيمة الحقيقية ونقص منها القيمة المقاسة. أما الريلاتيف إيرور هو نسبة خطأي. طب نسبة خطأي بحسبها إزاي؟ الايرور ديفايدد الريل فاليو،
ولو عايزها بالبرسنتج هضرب ملتبلاي 100، يعني ده خطأي اما ده نسبة خطأي. طب ايهم ادل على عملية القياس؟ مين فيهم بيدللي على عملية القياس اكتر؟ اللي بيدلل على عملية القياس اكتر هو الريلاتيف ايرور، لان ده اللي بيدل على نسبة خطأ، بتدل على فعلا مقدار الخطأ مش الخطأ ذات نفسه. يعني ايه؟ يعني انا الشخص اللي قصادي ده كان بيقيس مبنى، فبالتالي الخطأ بيطلع معاه بالمتر. طب شخص لو بيقيس مثلا الويدز بتاع تيبل معين فبيقيسها بالسنتي، فبالتالي الخطأ هيطلع معاه بالسنتي، فهلاقي اكيد خطأ اللي بيقيس مبنى بالمتر هيبقى اكبر من خطأ اللي بيقيس الويدز بتاعت التيبل عرض الترابيزة، لان ده الخطأ بتاعه بالمتر اما ده الخطأ بتاعه بالسنتيمتر. بس لا، ممكن يكون اللي قياس مبنى دقته اعلى، لانه ممكن يكون غلط في 2 متر من 100 متر، اما ده ممكن يغلط في 2 سنتي من 5 سنتي بس، فبالتالي نسبة خطأه كبيرة جدا. يعني بدل ما الترابيزة دي 5 سنتي راح قاسها مثلا 7 سنتي، فبالتالي هو تقريبا غلطان بمقدار 50%، يعني قاس 50% من الترابيزة غلط. يبقى ساعتها قلنا الايرور ذات نفسه ما بيدلليش على حاجة، لكن الريلاتيف ايرور نسبة خطأي هو دي اللي بتدللي على حاجة. تمام، بس المثال اللي احنا خدناه ده بسيط جدا يا مستر، ان انا احسب الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور. كتير هيقول لي ده حاجه عقلانيه، احنا يعني مش محتاجين نتكلم عنها. اقول لك تمام، احنا في المثال اللي فات حسبنا الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور في حاله الدايركت ميجرمنت بروسيس، في حاله عمليه قياس مباشره. دايركت ميجرمنت بروسيس في حاله عمليه قياس ايه؟ مباشره. طب لو كانت indirect measurement process، يعني ايه indirect؟ ما احنا لسه قايلين يا مستر indirect measurement process عملية القياس بيبقى فيها اكتر من step، بيبقى فيها اكتر من خطوة. يعني انا لو بقيس مثلا الاريا بتاعت الروم اللي انا قاعد فيها، هقيس اللينس هغلط فيها، هقيس الويدز هغلط فيها، فلما اجي احسب الاريا هيبقى عندي خطأين، خطأ بسبب الستيب الاولى في اللينس وخطأ في الويدز، فهينتج خطأ ثالث. فانا لو عايز بقى في عمليه ميجرمنت بروسيس زي اللي احنا قلنا عليها بس تكون اندايركت، بيكون فيها خطوات كتير، هحسبها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. بيقول لي فايند ذا، اول حاجه لو العمليه بتعتمد على الاديشن، يعني العمليه كانت اندايركت بس بتعتمد على الاديشن، بيقول لي فايند ذا فاليو اوف ا فيزيكال كوانتيتي كولد ال. انا عايزك تحسب لي ال which is found from addition of two physical quantity L1 and L2. يعني L دي بتساوي L1 plus L2. L1 بتساوي 10 plus or minus 0.2 meter. يعني ايه؟ ال bracket ده معناه ان L الحقيقية بعشرة، لكن انا غلطت بمقدار 0.2 plus or minus، يعني زودتهم او نقصتهم. يبقى العشرة الرقم الاولاني ده بيرمز للreal value، القيمة الحقيقية. L1 الطبيعي تبقى بعشرة، لكن انا غلطت بمقدار 0.2، يبقى القيمه الاولانيه ده الريل فاليو، الثانيه دي الابسوليوت ايرور. اما ال2 بتساوي 8 بلس اور ماينس 0.8، يعني ال2 الحقيقي بتاعها 8 بس انا غلطت بمقدار 0.8. لو انا جيت لقيت العمليه بتعتمد على الاديشن او السبتراكشن زي ال بتساوي ال1 بلس ال2، اذا ال دي تنتج نتيجه اديشن بتاع ال1 وال2، ساعتها بجمع عادي، بقول ان الطبيعي ال كان تطلع ب 18 اللي هي 10 زائد 8، بس انا غلطت بمقدار 0.2 بلس 0.8. يبقى انا هقول الايرور الحقيقي في الاثنين هي 0.2 بلس 0.8 اللي هو يساوي 1. اما الريلاتيف ايرور هي دلتا اكس على اكس او، يعني 1 اوفر 18 اللي هو خطأي على القيمه الحقيقيه، القيمه الحقيقيه اللي هي 10 بلس 8. افتح براكت اهو الانسر، هقول يبقى ال L الطبيعي بتاعها تبقى ب 18 لان هي بتساوي L1 بلس L2، اذا 10 بلس 8 18. اما الايرور اللي عندي 0.2 بلس 0.8 اللي هو يديني 1، يعني طبيعي ال L تطلع ب 18 بس انا غلطت بمقدار 1. يبقى في حاله الاديشن والسبتراكشن ينفع ان انا اجمع الايرورز عادي، ينفع ان انا اجمع الايرورز عادي، يعني بقول لو غلطت هنا ب 0.2 وهنا غلطت ب 0.8 يبقى غلطي كله ب 1. يبقى فكره البراكت دي ناخد بالنا منها، قلنا الرقم الحقيقي بيدل لي على القيمه الحقيقيه، اما الرقم الثاني بيدل لي على الابسوليوت ايرور. يبقى 10 دي معناها القيمه الحقيقيه، 0.2
ده قيمة خطأي. 8 ده القيمة الحقيقية، 0.8 ده الابسوليوت ايرور. لما اجي اجمعهم بجمعهم عادي، 10 بلس 8 يديني 18، 0.2 بلس 0.8 يديني 1. يبقى لو انا لقيت العملية اندايركت بس بتعتمد على الاديشن، بجمع الريل فاليو مع بعضه وبجمع الابسوليوت ايرور مع بعضه. اعزائي الطلاب، سعدت معكم وسعدت بيكم، اتمنى ان انا اكون افدتكم. نتقابل في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.